استاذ محمد زاكور، مدير تنميه تاهيليه ديال الهيثم فاس. اليوم كنستضفوا جمعيه النساء رائدات في اطار العمل السنوي ديال المؤسسه مع الانديه التربويه، وبصفه خاصه اليوم مع النادي الصحي. البرنامج السنوي ديال المؤسسه حافل مجموعه من الانشطه بحسب الانديه اللي كان عندنا في شباك المؤسسة، فيها النادي الصحي، النادي البيئي، النادي ديال المواطنة وحقوق الطبيعة وحقوق الإنسان، كاين نادي ديال الفنون، وهو نادي متشعب، فيه الشعر، فيه الموسيقى، فيه الرسم، يعني كل الأنشطة اللي كتساهم في التنمية ديال التكوين الفني والذوقي والثقافي ديال التلميذ، وحنا كنشطوا في داخل المؤسسة ديالنا. إذا نرجع بالنسبة للنشاط اليوم مع جمعية ديال نساء رائدات، ليس هو النشاط الأول، بدأنا على هكذا أنشطة مع جمعية أخرى، على سبيل الذكر فقط جمعية أنا وأنت، جمعية الأمال، هذو كلهم جمعيات اللي كنشطوا معاهم. علاش؟ لأننا كنآمنوا بأن انفتاح المؤسسة على المحيط وخاصة على جمعيات المجتمع المدني سيعود بالنفع كبير على التلاميذ ديالنا، وبالتالي كيحصل التكامل في التكوين نتاع المتعلم، ما كنبقاوش حبيسي الجدران، حبيسي الدروس التي تلقى داخل، ولكن نستفيد من تجربة هذه الجمعيات في تكوين المتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأخت حليمة باركي، الكاتبة العامة لجمعية نساء رائدات. احنا الآن نتواجد في مؤسسة تأهيلية ابن الهيثم بإطار الحملة التحسيسية التي تقوم بها الجمعية داخل مجموعة ديال المؤسسات التعليمية بطبيعة الحال. تتواجد الآن حول مناقشة أو طرح مشكل داء السيدة الذي يعاني منه الكثير من الشباب، وهو مرض صامت لا يظهر إلا في أوقاته الأخيرة أو المراحل الأخيرة من انتشاره في داخل جسم الإنسان. وحنا الآن يعني في شرح الأسباب، ويعني شرح الأسباب ديال هذا المرض وطرق أو سبل الوقاية منه. كما قلت لكم، حنا المؤسسة ديال ابن الهيثم كان لنا الشرف أننا كنا في مجموعة ديال المؤسسات على قطاع أو مقاطعة زوغة داخل مؤسسة عمر بن الخطاب، مؤسسة الوفاق، ومؤسسة مولاي إدريس الأول. وحنا الآن داخل المؤسسة، وإن شاء الله بحول الله ما زال أمامنا الكثير داخل مجموعة ديال المؤسسات. هذا نزولا عن رغبتهم، لأن الصدى اللي عطاته هذه الحملة التحسيسية خلاتنا أننا نتلقاو مجموعة ديال العروض داخل مجموعة ديال المؤسسات باش نجددوا هذه اللقاءات التواصلية مع مجموعة ديال التلاميذ وجمعية محاربة داء السيدة، لتحسيس الشباب من أخطر هذه الأمراض اللي الصراحة أصبحت يعني منتشرة بصفة عامة وصفة كثيرة داخل المجتمع الشبابي بصفة خاصة. شكرا. أستاذ فيزا دروبي، متطوع بجمعية محاربة السيدة بفاس، ناشط تبرقي. احنا اليوم في مؤسسات ابن الهيثم، ودابا التلاميذ ابن الهيثم، مشاركة مع جمعية نساء رائدات في خدمة التنمية من أجل تحسيس التلاميذ والتلميذات حول أداء السيدة، طبيعته، مخاطره، طرق انتشاره، طرق توكله، كيفية كشفه، والتحسيس والتوعية، وكيفية معالجة السيدة، باعتبار أن السيدة هو داء فتاك، داء غالبا ما كيصيب واحد الفئة عمرية، لما لا في المغرب غنلقاو عندنا 75% من حاملي داء السيدة هم شباب، من فئة 15 سنة ولا 40 سنة، بمعنى فيها عشة، وبالتالي كيبقى توعيتهم وتحسسهم بطبيعة الداء وطرق انتشارته وله أهميته القصوى. من اجل خدمه الصحه العامه، من اجل الوقايه ديال هاد الشباب من السيده، من اجل اعطاء المعلومه الصحيحه حول السيده، حول طرق انتشارها. احيانا كيكون من الاسباب اللي كانت السيده كتنتشر هو الناس ما كتكونش عندهم معلومه صحيحه حول الداء، حول طرق الانتشار، حول طرق التحسيس، حول طرق الوقايه منها، وبالتالي هذا غياب المعلومه تيكون يعني سبب من الاسباب اللي كتخلي الصداعه تنتشر. وكنتمنى على انه المؤسسه التعليميه تنفتح اكثر على الجمعيات في هذا الشان، لانه هذه كتخدم الخدمه العامه، وبالتالي كنتمنى ان التلاميذ يستافدوا بعد كبيره من هذا النشاط، لانه بالفعل كيعطيهم امكانيه اللي يعرفوا شنو هو الداء وكيفاش هما يحميوا راسهم من المهمه المعنيه بالامر، كيفاش يحميوا راسهم من هذا الداء. وشكرا لكم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. استاذه سناء شبيبه، استاذه بالثانويه التاهيليه بنو الهيثم. كنستضفوا اليوم عندنا في المؤسسه جمعيه نساء رائدات في شخص رئيستها الاستاذه نزهه الصافي، وجمعيه محاربه داء السيده في اطار حمله تخصيصيه وتوعويه لفائده تلامذتنا حول داء السيده، يعني التعريف بالمرض، الاعراض ديالو، الخطوره ديالو، كيفيه الوقايه من هذا المرض وطرق العلاج. يعني الهدف ديالنا هو توعيه التلاميذ وتحسيسهم خطورة هذا المرض، وفي حالة ما لا قدر الله إصابة شخص من معارف أو أقارب التلاميذ أو معارفهم، يعني شنو هي الوجهة اللي ممكن يسلكوها باش يحسوا هاد الناس بخطورة هذا المرض، ويعني كيفاش ياخذوا الاحتياطات اللازمة. وهذه المسألة الأساسية هي أخذ الاحتياطات اللازمة، لأن كنا كانت عندنا فكرة مغلوطة حول هذا الداء الخطير، يعني أي إنسان لا قدر الله ممكن يتصاب به بطرق أخرى غير الطرق المعروفة سابقا. إذا كان الهدف الأساسي من هذه الحملة التحسيسية هو توعية التلاميذ بخطورة هذا المرض وأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهته وتفادي الإصابة بهذا المرض لا قدر الله. وشكرا. أمينة زوكر بعدا، جمعية محاربة داء السيدة، منسقة محلية لمشروع التدخل عن قرب لفئة النساء الوضعية هشة. كنشكر الاطر ديال هاد الثانويه ديال الهيثم على هاد التفاته ديالها على الشباب، واحوجنا لهاد اللقاءات ديال وهاد التنسيق بين الجمعيات والمجتمع المدني. انا هنايا للتحسيس والتوعيه للفئه المستهدفه اللي هي الشباب، وكنعرفوا ان الاحصائيات اللي تحققتنا وزاره الصحه ان الفئه المستهدفه هي الشباب من 15 عام حتى 40 عام. المهم انا التدخل ديالي كان انا التحسيس لهذه الفئه هذه، هذا الشباب هذه. المهم هضرنا على تعريف السيده، طرق الانتقاء ديالها، التدخل، الوقايه من السيده، وكنتمنى نكون انا وصلت رساله. وشكرا على هذه الالتفاته. زهراء المرابط، كان المستوى الدراسي جد مشترك علمي، جد مشترك علمي. كنقرا بطبيعه الحال في الثانويه التاهيليه بنو الهيثم. كان عندنا هذا العرض حول داء السيده او ما يسمى بفقدان المناعه المكتسبه، يتمحور حول طرق العدوى وطرق الوقايه والتعريف ديال مرض السيده. الحمد لله استفدنا منه بزاف، وكنشكروا الجمعيه اللي متكلفه بهذا الحمد. السلام عليكم، سميتي مراد العاجي، كنقرا في جدع مشترك ادب، جدع مشترك ادب، كنقرا في الثانويه التاهيليه ابن الهيثم. هذه الندوه الصحفيه استفدت منها كثير، كيفيه معالجه السيده وطرق الوقايه منها وكان نوجه هذا الكلام للمجتمع باش كثير استفدت كيفيه معالجه هذا المرض السيده وطرق الوقايه منه وشنو كينتج عنه كأسباب. وهذا المرض كيجي الجهاز المناعي، الناس اللي عندهم جهاز مناعي ضعيف. وكنقول للاصدقاء ديالي يبقاو يحضروا الندوات الصحفيه كهذه باش يوعوا ويستافدوا منها، وباش ما تكسرش هاد الظاهره السيده وتخفف في المغرب.